ارضى عنك اليهود ولا النصارى بشكل عام كلهم حتى تتبع ملتهم. يعني بمعنى اخر كأنه بقول لنا سبحانه وتعالى لاحظوا تسترضي وانه يرضى عليك بالكامل انسى، ولا لا يكون ناوي انك تتبع اهواءه بعد ما جاءك العلم وتمشي وراه وتترك ملتك لملته، بتقول اعوذ بالله انا شو اترك ملتي خلاص. اذا ما تكونش غاية من غاياتك استرضائه، لانه على فكرة وانت تحاول تسترضي بتتنازل من هون شوية من هون شوية من هون شوية من هون. لا 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 اجا اوضح لك من اولها، محاولات استرضاء انسى وخليك واضح في شعارك. اكدت مشوف وين شعاري، خليك واضح. ليش؟ مشان لما بده يتعامل معك الان هو يفهم انه هذا الطريق مسدود. انه طريق استرضاءه مسدودة. هيو ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بدك تتبع ملتهم يعني؟ لا. اذا انسى موضوع الاسترضاء. تمام؟ شوف لك الان اسلوب ثاني. شو هو الاسلوب الثاني؟ لاحظوا حتى قل شو يعني قل؟ معناته هذا الاشي اللي مش تخفيه علنه، خليه يكون واضح مشان هذا الباب بالنسبة له يغلق، بصير يتعامل معك مصالح بمصالح وتفاصيل وسياسات الى اخره، ما بيكونش عنده مجال. خلاص لما تكون واضح انت ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى، ما في هدى غير هدى الله. شوفوا لكم موضوع ثاني شيك. اما انه الموضوع موضوع اذا رؤية وهداية حقيقية في كيف بدك تتصرف انت، وخليه واضح. يعني فيش داعي للنفاق وفيش داعي للمراوغة، وخليك واضح انت في عقيدتك، خليك واضح في عقيدتك. لاحظ قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم. اذا هو ملتهم ايش هي؟ اهواء. اذا هي ملتهم شو هي؟ اهواء. ليش؟ بعد الذي جاءك من العلم، من تأجاك علم وكله واضح، اجانا العلم وكله واضح، بدك تسترضي اعلمها. لذلك هم على فكرة بيحترموك لما تكون واضح انت. واما اذا بيشوفوك بتاخذ وبتعطي وبتنافق بيقبلوش منك الا للاخير. ولا ما شفتوش الزعمات اللي قاعدة على الكراسي هاي ليش في الاخير شلحت كل شيء؟ هذه الزعمات وانكشفت من كله. ليش؟ كأنها مشت في هذا الطريق ومش عارفين انه ما بيقبلوا منهم هم، واللي يحترم بجوز عندهم الواضح، ومش مهم يرضحوا، ممكن يتعامل معك بدون ما يرضى. انا مش مكلفه انه يكون راضي. ليش؟ مين قال انا برضى يعني عن اي عقيدة برضو بتخالف عقيدتي؟ بس بتعامل معها انا شخصيا، انا المسلم ماني برضاش عن اي عقيدة كانت مش حق. بس مش معناته دنيويا ما باخده بيعطي معه وبعطيه العدل كمان والقسط في التعامل، مش هيك؟ ومطالما غير محارب هو في ممكن يكون حتى نوع من التعامل بالحسنة، تفاصيل طويلة، بس مش بالضرورة ارضى، ومش بالضرورة يرضى هو يعني، لانه هو يعني كيف بده يرضى هو بدون ما ينتقل لعقيدتك انت وياخذ الحق؟ ما برضاش. مفهوم انه ما برضاش وما بلوموش انا انه ما يرضاش هو، ما هو عقيدته بتختلف، ولا البوذي يرضى ولا غيره يرضى. المهم انا اكون فاهم اني ما اسلك هذا الطريق، طريق الاسترضاء، لانه طريق الاسترضاء شو بصير؟ تنازلات.
تنازلات من هون ومن هون ومن هون. قال يعني مشان اجذبوا الي، مشان اجذبوا للدين، مشان يحبنا، مشان هو بيعود يحتقرك مش يحبك، لانه بيعرف انك منافق، بيعرف انك منافق ودينك مش هيك بقول. هو على فكره مرات بيكون دارس دينك عن طريق المستشرقين واللي بيكذبوا عليه، بيقولوا له لا مش هيك الدين، بيقول لهم يا كذابين بل هيك، انتوا تمام تعالوا، لانه عن طريق هذول الناس ايش بحقق مقاصده، هو بحقق مقاصده عن طريق هذول الناس. ولذلك القران طلب ايش؟ قل ان هدى الله هو الهدى، فيش هدى غيره. ليش اعلن هذا؟ انتوا ما شفتوا مؤتمرات التقريب بين الاديان؟ طب ممتاز، هذه صارت كثير بقت. طب ممتاز، وشو المانع التقريب؟ تقريب ايش؟ اذا التقريب بمعنى تفهمني وافهمك، شو عندي وشو عندك، ايه فيش اشكال، ماني انا الاقوى اصلا، فيش اشكال. واصلا هو راح يتاثر لما بيكون الجو ايش حوار. بس اليوم الغرب من منطلق القوة والهيمنة والسيطرة المادية، وهو اللي بيعقد المؤتمرات، وهو اللي بيدفع أجرة الطائرات اللي بدها تأخذ للمؤتمر، وبروحوا له مين؟ بروحوا له مين؟ الجماعة هذول أئمة الاسترضاء، واللي قال يعني بدهم يجذبوه بمرونتهم، مش بكونوا واضحين. لا، هون شو بصير؟ على فكرة بصير تنازلات، وبتصير تعطي انت الشيء اللي هو بده اياه. ما هو كلنا موحدين يا كذاب، فيش الذين واحد موحد. ليش تكذب انت؟ ليش بتكذب؟ اللي بيجعل المسيح اله موحد. اذا معناته لا يكون غلط الآية، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح. وقالت اليهود عزير ابن الله، وبينا لكم عزير في بعض دروس التفسير شو وين تقالوها، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، مش هيك؟ شو بعدين؟ ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. هذه على فكره مش هم اول ناس طلعوا فيها، ابن الله هاي، مش هم اول ناس، موجودة قبل في التاريخ، اصلا التاريخ هاي موجود ومعروف مين في قيل عنه ابن الله، مش اول واحدة. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ايش انت تكون واضح معاه بيحترمك حتى لو ما رضيش، كون واضح معاه، تكذبش عليه. ومش بس هيك، وقل ان هدى الله هو الهدى، بس الله اللي بيهدي، في غيره يمكن لك الله، ممتاز. ما دام هدى الله هو الهدى الحقيقي اللي خلق، يعني كيف اليوم اللي بيصنع هو اللي بيبعث الكتالوج، اللي بيصنع هو واحنا وياكم متفقين يا اهل الكتاب انه الله هو الاعلم، هو اللي خلقه هو اللي بنزل، صح ولا مش صح؟ صح. اذا بدنا نشوف وين الله قال، هاتوا برهانكم انه الله قال عندكم، وهاتوا برهانكم يا يهود انه هذا من عند الله، هاتوا برهانكم. ما هو الله اصلا ضمن لك انه ما يكون عندهم البرهان، لا فيش برهان، الآن فيش برهان، البرهان ذهب مع المسيح والبرهان ذهب مع موسى، في الكتب ما فيش، والكتب تحرفت وفيش برهان الآن. فبدك تقول لهم هدى الله هو الهدى، خلاص هاتوا نشوف وين انه الله اللي قال، اشوف الله اللي قال هذا اللي بتقولوا عنه انتو، الله اللي قال، انت ما تقول قل. وما حدا على فكرة منهم لما تقول له الله بعدين بتدخل معه، طب هنشوف وين قال الله، خصوصا لما يكون في متناقضات، يعني بنختلف احنا وياهم فرضا، وين قال الله؟ بدنا نشوف. وبالتالي مين اللي عنده البراهين على انه الله اللي قال؟ اتبعتوا كيف؟ هذا لازم يكون الوضوح بهذا الشكل، عمره ما كان المنافق، عمره ما بيحمل فكرة حقها، عمره ما كان منافق بيحمل فكرة حقه، واضح انت. بس الواضح مش يعني يكون بذيء، اصلا الله سبحانه وتعالى ألزمك ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. ايش يعني احسن؟ يعني اذا في احسن ليش انت رحت للحسنة، الحسنة قصدي الاحسن،
اذا في فرق بين ما تجادل بالتي هي احسن وتكون مؤدب وصاحب برهان وبين ما تكون مسبات وشتائم. هذا موضوع ثاني، هذا مش هو تجادله. ولا تجادلوا اهل الكتاب التي، طبعا كلهم من جادلهم مش الا بالتي هي احسن. في احد استثني منهم؟ الا الذين ظلموا. لا، هذولك المتغطرسين والطغاة والمستعمرين والظالمين بدي ناقشوا انا، يعني بكرة بدي ناقشوا فيه، او اللي جاي لي هون على فلسطين انا بدي ناقشوا حق تاريخي ومش حق تاريخي. يا كذاب انت، ايش تاريخي في فلسطين الى كان هذا بدي جدله بالتي هي احسن؟ ما هو اصلا مش جاي، لا هو عارف حاله على باطل من اصله، وانه المنطق هو منطق القوة اللي فرض الموضوع وجوده في فلسطين. هذا لذلك القرآن شو قال؟ الا الذين ظلموا. هذاك بيختلف، اللي بده الحق بتناقشه بتكون واضح. قل ان هدى الله هو الهدى، هو الله بس هدى، هو الهدى. ولئن اتبعت اهواءهم، معناتهم ايش؟ معناتهم ايش؟ اهواء بعد الذي جاءك من العلم، العلم الحقيقي اللي جاك، عندك العلم الحقيقي. هي عندي العلم، هذا انا بخفيه ولا لازم اظهره؟ العلم اللي الله نزله، مين اعلم انت ولا الله؟ الله بقول لك اظهر العلم اللي معك، تخبيهوش، يكون واضح بطريقة احسن ما يمكن. لازم تعامل الناس، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. احسن اشي عندك تدخل له في وخصوصا انه بيختلفوا، هم بيختلفوا، في منهم ناس اهل حق وبدهم يعرفوا الحقيقة، وهذا عم بصير الان.